إلهنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا حميد يا مجيد يا مبدئ يا معيد اللهم زيننا بالعافية وأكرمنا بالعافية وأسعدنا بالعافية وأدم علينا العافية واجعلنا ووالدينا وأهلينا من أهل العافية اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ساعة السوء ومن خبر السوء ومن فجأة السوء ونعوذ بك من كل سوء اللهم عاف قلوبنا من الزيغ وعقولنا من الأهواء وأبداننا من الأسقام وعقولنا من الأوهام وبيوتنا من الشقاق ومجتمعاتنا من الغفلة وديارنا من الفتن ودنيانا من الوباء إلهنا يا خفي الألطاف إلهنا يا خفي الألطاف نجنا مما نحذر ونخاف إلهنا كن بنا حفي وعافنا من كل مرض حسي ومعنوي ونفسي برحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ بوجهك العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم من شر ما خلقت وبرأت وذرأت اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وأدم عفوك وعافيتك علينا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن كورونا وسيء الأسقام ونعوذ بك من عضال الداء يا سميع الدعاء اللهم احفظ ولي أمرنا خليفة ابن زايد اللهم متعنا به ومتعه بنا وأسعدنا به وأسعده بنا اللهم احفظ صحته وأدم بشاشته وأسعد إخوته وذريته وأجب دعوته واقبل طاعته وانشر في العالمين محبته وانشر في العالمين محبته اللهم ارحم والدنا اللهم ارحم والدنا واحفظ إماراتنا وارحم شهداءنا وقو جنودنا وقو جنودنا اللهم صل على نبينا محمد خير الأنبياء بعدد ما سقيته